السلام عليكم، انا مواطنه مغربيه لا داعي للاسم، ام مطلقه، عندي 4 ديال الوليدات. بحكم تقدمي في السن ما بقاش كنقدر نخدم، عندي الكرات المليه بزاف، عندي وليت ماشي عايشه الفقر، مع غلاء الاسعار ولينا عايشين اكثر من الفقر. حنا حتى داكشي اللي كن ديك المعيشه البسيطه اللي كنا عايشينها شحال من عام ما بقاش قدينا على دابا. دابا وصلت فينا الحضيض. كنشوف دائما المحسنين كاينين والحمد لله، هما تجندوا في كورونا، المحسنين الجمعيات هما اللي كانوا وقفوا معنا في كورونا الله يجازيهم بخير. وشفت المحسنين في ملي وقع الزلزال كلشي المغرب تجند وكلشي الناس صدقوا القليل والكثير اللي قدر شي حاجه عطاها. ولكن للاسف انا من السؤال اللي دائما كيحيرني، علاش هاد المحسنين وهاد الجاليه اللي دائما كنوجه لهم نداء وكنطلع وكنطلب وكنرغب وكنقول الله يرحم الوالدين، انا امراه فقيره هجاله، عندي الوليدات، ما عندي سكن، ما عندي والو، وكنت ساكنه في واحد السكن عشوائي وهدمت لينا الدوله من 2008 وما قادراش ندير حتى بيتو كوزينه. كنقول كل عام غيفرج الله، وللاسف حنا دابا وصلنا واحد الوقت اللي ما بقاش قادين نجيبو حتى الدقيق لوليداتنا، فما بالك واش انا غادي نقد نجيب السيما والحديد والبريك. فدائما كنقول علاش هاد المحسنين، سؤالي اليوم علاش هاد المحسنين صوتنا واش ما كيوصلهمش؟ علاش كيعطيو لاصحاب الاحسان العمومي اللي تفضحوا مؤخرا واحد الشاب من المانيا راه فضح كلشي، وهادشي كان باين وحنا عارفينه. علاش اصحاب الاحسان هاد المحسنين كيعطيو لاصحاب الاحسان العمومي بالملايين وجمعوا الملايير وداروا مشاريع كبرى، وحنا كنشوفوا الانسان انا ما لاقيش حتى باش نشري غير الدواء ديالي ولا ديال بنتي، ديما مريضه ليا كتنعسيها في السبيطار، وعندي السكر، عندي امراض مزمنه، ما عمر شي حد قال لي اختي كنحط رقم ديال التليفون ديالي على اساس ان شي نهار غادي نلقى شي محسن او شي انسان شي قلب طيب من الجاليه يقول لي اختي شنو خصك نتعاون معك في سبيل الله. فكنتفاجئ كل رقم كنحطو كيدخلوا عندي ناس. ها اللي دابا مؤخرا اللي وقع لي مؤخرا، ها اللي مقاول بيبني لي وما كاين والو غير كيتفلى، ها اللي استاذ جامعي وما شي استاذ غير كيتفلى وكيعطوني اسماء وتنقلبها تلقى اسماء اخرى، ها اللي كيقول لي بغيت نتزوج غير سمعوا عندي بقعه، انا بقعه ما ديالتش وما شريتهاش، بقعه استفدتها من الدوله، يعني ديور الصفيح باش الناس يفهموا انا راه ماشي شريت هذيك البقعه كان عندي فلوس ولا ورثتها، انا ديك البقعه استفدتها في ديور الصفيح ومن بعد معاناه طويله وكبيره، وتعذبت انا في هذاك السكن وتعذبوا لي وليداتي، وملي استفدت من 2008 حتى 2024 حنا وانا مشرده بين ديور الكرا وبين هنا وبين هنا وبين هنا، وما عنديش باش ندير فيها التبريكه، وكنت نحاول نوصل صوتي للناس اللي قلوب الرحيمه، شي واحد يتعاون معايا في سبيل الله، ربي تيخلف اللي عطى ما كيخلفش اللي شد، شي حد يديرني يمو يحسبني اختو يحسبني مرتو يحسبني بنتو، علاش الناس كيتفلاو؟ انا دابا السؤال اليوم علاش كتفلاو؟ كنشوفوا الفلوس، كنشوفوا صحاب التراش راش شي خايكب على 4 المليون 10 المليون، ومسكينه فقيره ما قدرتيش تعطيها، يعني داك الشيء اللي غيبقى لك اللي غتلقى له ما هنا فايت. انا ما كنحسب حتى شي واحد على الرزق ديالو، كل واحد الله يغني، ولكن الناس انا تنهضر على جوج النقاط، هادو اللي كيدعموا ناس اخرين وما يستاهلوش كاع، وكتشوف كتشوف امراه بتشرد وعندها بنيات وبتشرد، وملي تلقى امراه مشرده في الزنقه كانت ام محترمه خدامه بدراعها واحد النهار تلا لها الوقت والزمان وتغلبات، ما عادش تروح مني تلقاني في الزنقه انا وفراشي مرمي ولا وليداتي كيتكرفصوا لي ولا بنياتي عزين في الزنقه، عاد يقولوا مسكينه. وهاد الناس الفئه الثانيه اللي كيتصلوا تيبقاو خصوصا مؤخرا ملي طلعت في اللايف ديال البقعه الناس كيتسحب لهم واش انا هذيك البقعه ديالتي ولا الله اعلم، اغلبيه داخل عندي بغيت تجوج، انا مراه خمسينيه ماشي ديال الزواج، وعندي وليداتي ما بغيتش نتزوج على ولادي، مني طلقت انا رفضت الزواج على وليداتي باش وليداتي يركبوا يتربوا تحت جناحي ما يتكرفصوش ليا مع راجل امهم وما عندهم وما ندخلش عليهم شي حد براني. اللي كيتصل بيا تيقول لي اختي بغيت نتزوج بك، ما شفتي وجهي، ما عرفتي حالتي، ما عرفتيني مريضه، ما عرفتي ظروفي، ما عرفتيني حتى كيفاش دايره، واش شكلا مقبوله ولا ما مقبوله، ما عرفت نتزوج بك. انا ما طلبش، انا ما حطيتش راسي في موقع ديال الزواج، انا حطيت راسي هضرت في منبر اعلامي طلبت مساعده اللي قد عليه يساعدني الله يجازيه بخير، والله ان الله لا يدعو اجر المحسنين، وطلبت مساعده من المحسنين اللي كيحسنوا بالمراه اللي ذكر الله في القران، الارمله والمطلقه والمستضعفين فوق الارض. انا ماشي طلعت باش بنادم يعيط لي وتحرش بيا، ماشي طلعت باش بنادم انا مخبيت حتى وجهي باش بنادم يقول لي غنصيفط لك 5000 درهم اعطيني نمرتك وسميتك، وملي كنصيفط نمرتي وسميتي كنتفاجئ بنادم من اسبانيا
كيقول لي ها الروسي ها هو بسميتك وكنيتك ها 5000 درهم قريتها ايه اخويا قريتها الله يجازيك بخير. كيقول لي انا الكودر ما غاديش نعطيه لك حتى ديري معايا وتفعلي معايا عاد نصيفط لك الكود. لهذا وكثر من هذا الشيء ها هو كل شيء باقي عندي اللي كذبني انا هذا الشيء. طلبوا مني ندير فيديوهات ندير ابيل فيديو وانا اللي كنت بغيت ندير ابيل فيديو علاش غنديرها في التليفون ندير داك الشيء اللي بغيت ندير بالانستغرام ما شافني حتى واحد من غير الله. لو كنا انا بغيت ندير شي حاجه راه تبارك الله راه دوزت الشباب ديالي ودوزت الحياه ديالي والانسان درش حاجه هو صغيره جات عليا. انا دابا ام 50 عاد يجي واحد يقول لي ندير معاك ونفعلك ولكن حلي الكاميرا. مؤخرا درت انا وياك في فيديو فتا دارت في البقعه بالضبط باش الناس يعرفوا واش علاش كنهضر واش كنهضر على الصح ما تنهضرش على الكذوب. واللي بغى شي وثيقه باش يتاكد مني ولا من الافراغ اللي وقع ليا من قبل ولا ظروفي ولا ظروفي الصحيه ولا ظروف بنتي انا مستعده نعطيها ليه. ولكن اللي كيهضر بالمعقول ماشي اللي كيتفلى. بنادم كيقول لي نعطيك ولكن حتى تصوري ولا حتى تحلي. ملي درت هذا الرقم نسيت ما درت هذا الرقم درته بلا واتساب اون فوا بنادم كيصوني ليا كنقول ليا السلام كي دايره شفتك في واحد اللايف كذا كذا انت اللي واقع لك هي اخويا انا اللي واقع ليا المشكل. تيقول لي واش عندك الواتساب حلي الواتساب. تنقول ليه ما عنديش صافي كيقلب ستة تسعود لان الواتساب دابا هو الوسيله الوحيده ديال التحرش وديال الدساره. الناس ما كيشوفوش بعين الرحمه وانا كنقول هاد الناس كلهم اللي كيتفلاو غادي نقول لهم واحد الكلمه. هاد الدنيا دواره والدنيا بحال الرحى. واحد النهار دازت عليا اليوم غدا دوز عليك على امك على اختك يقدر انت دابا هادوك الشباب اللي كيتفلاو عليا تقدر واحد النهار يصيبك مرض سرطان كسيده مرض شي حاجه ولي صبحتي معوق شال نصفي وغادي تقلب ودياليز كلا ولا شي حاجه غادي تقلب على انت بحال هاد الوقفه اللي وقفت انا اليوم وانا باقي واقفه غادي تقلب على اللي وصل صوتك باش الناس يعتقوك وغادي تفكروا هاد الكلام اللي كتقول هاد الام. انا راه جده ماشي ام. وغادي نقول لكم اتقوا الله اتقوا الله يا المغاربه. راه حنا المغاربه قلبهم كبير ومعروفين بالكرم ومعروفين بالخير ولكن هاد الفئه هادي خلاتنا نفقدوا الثقه في الناس المزيانين. انا للاسف الزهر يمكن ما عنديش ما طحت في شي محسن. كاينين المحسنين بايعتو ما عارفينش لمن. فلهذا السبب انا كندير هاد اللايف وربما صوتي يوصل وخصوصا الجاليه المغربيه لان الجاليه كانوا كيعطيو لاصحاب الاحسان العمومي وكنشوفوا نشطاء فيه كنشوفوا حنا بلا داعي للاسماء راه داكشي معروف ولكن علاش نتوما المحسنين الجاليه كتعطيو لواحد صحيح صحيح هو دار راسو قنطره باش يعني خدا هذوك الناس اللي مثلا دوك اللي كيحفروا الابار ولا ناس معوق ولا هذا ولا هذا مريض ولا هذا ذو الافراغ ولا وهاد الجاليه كيعطيو لهذاك اللي غير بيوصل. علاش ما توصلوها ليه نتوما مباشره تبحثوا تعرفوا شكون اللي مضرور تعرفوا شكون اللي خاصو. يعني كلشي هذوك الفيسبوكيين تغتانا وداروا مشاريع داروا ملايير داروا هادشي حنا راه عارفينه غير دابا يلا تفضح هاد السنه. ولكن علاش دابا انا صوتي ملي غادي نهضر غادي يشوفني بزاف ديال الناس وغادي نطيح غير في هاد المواقف ديال التحرش. واش حين انا مراه حقرتوني واش انا حين مراه درتوني بحال شي حيط قصير اللي جا بغا ينقز عليه. المهم غادي نولي نطلبها من اي واحد لان انا في واحد الموقف لا يحسد عليه. 06 دوبل 0 37 85 14